شفيع الأمة في ذكر الرسول تشحذ الهمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة صلوا على أصدقائي نضلكم بخير وعلى خير. اليوم راح ندير لكم وصفة قديمة بزاف نحبوها كامل يحبوها الأطفال والكبار. هي وصفة غريبية تاعنا تاع زمان. أنا نديرها لكم على الطريقة تاعي. زدت لها ضفت لها واحد زوج مكونات صغار ودوك نقول لكم واشنو هما. عندي طاس تاع الشربة راكم متعودين عليه معايا نكيل به. عندي هنا كيلة غير صباع تاع الزيت ماشي معمرة، نقدر نقولك نديرها كاملة بصح أنا مدرتهاش خطأ عليه. هاني حنزيد لها زوج مغارف كبار تاع زبدة. الغرفة الأولى بسم الله حرارة الغرفة، الغرفة الثانية هاي ليك. صلوا على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا عندي كيلة نفس النصف نفس الكيلة وهي غير صباع سكر غلاس، نغربلوه بيخفاكمش. فوالا نغربلوه دايما ما من الفارينة نغربلوها. المكون الأول اللي زدتو هي الزبدة، المكون الثاني دوك نقولكم ديروه معايا تجيكم الدوب في الفوم في اليد قبل الفوم الدوب دوابان. فوالا هاني درت سكر غلاس، ندير قرصة ملح شوفوا ماشي بزاف، ندير سكر فاني نعطرها بسكر فاني، ندير لها الدوق تاع البندق. كنت ندير لها القرفة ودوق راني حاني ندير لها دوق تاع البندق. اللي عنده البندق اللي عنده الجوز اللي عنده شوفوا ما ديروش بزاف باسكو سي اون بات اروم سي اون بات اروم دونك نديرو غير شويه. هادي ونبدا نخدم هذيك بيديه كي بكري كي ناس بكري لا فوي لا الكتريك لا والو كانوا موالينا هكذا يخدموا هكذا يخدموا الغريبيه. نديروها في جفنه في ماعون هكذا يكون شويه غامق وتخدموا هذيك الزبده والزيت والسكر غلاس خدموهم مليح مليح مليح. فوالا ضربوه هكذايا ندوب هذيك الزبده هي رايك غامولي تاع حراره الغرفه. الكوشه تاعي شعلتها على 160 درجه خلوها تدفى غير بعقلها. وكي تدخلوها دائما 10 دقائق حتى 15 مينوت وتزيدوا تنقصوا لها حتى 140 وتخلوها تطيب 30 حتى 40 45 دقيقه. هي تقعد بيطه بصح طيب طيب شابه. نوريكم طريقه تاع فوالا بعد ما ضربت هذيك الزبده والزيت والسكر غلاس راني حندير كيله الاولى تاع الفارين تاع الفارينه نغربلها ونعمر كيله الثانيه ونعمرها. كل كيله هاو السر تاعي كل كيله ندير لها مغرف تاع المايزينا هايلك. هذا هو الاضافه اللي زدتها في الغريبيه ديالي. هنا ندير نص مغرفه تاع قهوه تاع لا لوفور شيميك حلويات خميرة الحلويات بسم الله ونبدا نلم فيها.
الله. هذه كيله الاولى ندخلها. كل كيله انا ندير 3 كيلات فرينه، كل كيله تاع فرينه ندير لها حبه مغرفه كبيره تاع ماكله تاع عشا تاع المايزينا دقيق الذره. هي شوفي انت ديري لي لا فرينة، عمري لي الكيله، عمري لي الكيله الثانيه. فوالا اي شدي لي تشوفي ديري الصفاير. هاي لي كيله الثانيه، نزيد نعمر كيله الثالثه. هذه الثانيه فوالا، نزيد لها مغرفه تاع مايزينا كي تشوفوا فيها مغرفه كعشا مايزينا. هاي لك فوالا، ونلمها. الثالثه ديروها غير بشويه، ما ديروهاش كامله. وكي تخلصوا الفرينه تعرفوا قداش درتوا، كي شحال دخلتوا. الى نص كيله ديروا نص مغرفه تاع مايزينا، الى درتوها الكيله كامله ديروا كي مغرفه تاع مايزينا. وهي رايحه هنا الفرينه تاعي تشرب، نضم ما نسحقش الكيله الثالثه. فوالا صعبه ما نزيدش. قلنا كل كيله، شوفوا الكيله اللي تكيلوا بها، كل كيله ديروا لها مغرفه كبيره تاع عشا. انا الثالثه راني ما استعنيش بها. فوالا انا نلمها ما نخليهاش تريح. فوالا هاي لك، هذه هي لاباط، تكون ما تلصقش في اليدين وتكون طريه بنفس الوقت. دوك نوجد الكوشه تاعي شاعله، نوجد الفول بلاطو تاعي والبابي دو كويسون، ونبدا نكورها قدامكم. فوالا شوفوني وجدت السنيوه تاعي، درت لها بابي دو كويسون وهكذا. شوفوا غير بلا بوم تاع يدكم، غير بلا بوم تاع يدكم. شوفوا كيفاه يولوا، شوفوا كيفاه يطلعوا بهذيك القبه، نجيو مقببين هنا مع الاخر. تحكموا بالصباح تاعكم، ديري لهم قرفه، كاين اللي يحب يدير له نوات الكاكاو، حنا معودين بالقرفه. الغريبيه تاعنا من الفوق تجي مزينه بالقرفه. شوفوا شوفوا كيف ديروا لها هكذا هكذا، بتنحكم ليه لاباط، ما خليتها لا ريحه لا والو. كاين اللي يحب يديرهم كبار، كاين اللي يحب يديرهم صغار، كل واحد كيفاه يحب يديرهم. فوالا نكمل معكم كامل السنيوه، قلت لكم نديرها ندخلها واحد 10-15 دقيقه، ونقص لها حتى 160-150. نقص لها الكوشه تاعي فوالا، شوفوا كيفاش يجوا. يجيب لكم ربي ماشي عم صغار بصح، وما يزيدوا يكبروا يتفلقوا شويه. كونوا دائما تبيسي قدامكم، تبيسي صغير فيه شويه تاع القرفه، وتخدموا كامل السنيوه تاعكم تعمروها. انا نديرها نوجدها ونديرها طيب، ونوريها لكم في طبق تقديم ان شاء الله. البنات هاي ليك الغريبيه بعد ما طابت، شوفوها كيفاش طابت. هاي ليك شوفوها كيفاش طابت من التحت، قلت لكم قويوا لها شويه 180 الكوشه واحد 10 دقائق، تعاودوا تحطوا لها حتى 140، خلوها طيب غردها. وهي طيب هكذا بيطه ما تحمرش، وهي طيبه جيبكم ربي ماهيش طيبه، هي طيبه. هاي ليك هاي لك حبه، احنا نقسمها معاكم. شوفوها كيفاش جات دوب في الفم. شوفوا 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 فوالا، شوفوا شوفوا كيفاش تتفتت دوب في الفم هاد الغريبيه.
وصفه روعه والله غي جربوها ما تندموش. هذه وصفه درت ضفت لها واحد زوج حوايج ما شاكو شتوهم المايزينا. ان شاء الله تجربوها وما تنساوش تشاركوها مع الاصدقاء تاعكم. هذه الحلوه كامل ما نستغناوش عندها عليها، تاع بكري تاع الزمان، حلوه سهله بالمقادير الكامل موجوده في كل بيت. ان شاء الله بنتي حبيبتي تجربيها. نخليك حبيبتي صحه قهوتك، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.